عايزين نعرف بقى تفاصيل اكتر من اللي هيدهم في الموضوع، اللي هينفذوا المشروع بالفعل طبعا، اللي هو كامل الوزير ايده في الموضوع طبعا، لكن احنا بنتكلم على اللي هنعرف منه تفاصيل اكتر، وهو اللواء دكتور مهندس احمد فوده مدير مشروع الانفاق اسفل قناه السويس. مساء الخير يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بالف صحه وسلامه. الله يخلي حضرتك. عايزين نعرف من حضرتك بقى اهميه حفر انفاق جديده تحت قناه السويس. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لحفر الانفاق، معروف ان الانفاق ان شاء الله هتبقى هي شريان التنميه والتواصل مع سيناء. ومن المنطلق ده مخطط انشاء نفقين في منطقه بورسعيد ونفقين في منطقه الاسماعيليه. ومخطط استكمال انفاق السيارات بانشاء نفق ثاني شمال نفق احمد حمدي في منطقه السويس. بالاضافه لنفقين لسكه الحديد، نفق في منطقه بورسعيد والاخر في منطقه الاسماعيليه. طب الانفاق دي معلش انا اسف على اني بقطع حضرتك، الانفاق دي المفروض ان هي تخلص في قد ايه؟ الفتره الزمنيه اللي المفروض تاخدها قد ايه؟ والله يعني عالميا الانفاق دي بالاقطار دي والاطوال دي بتاخد في حدود 5 سنين، عشان من بدايه انشائها لانتهاء يوم الافتتاح بتاعها تاخد متوسط تقريبا 5 سنين. طيب وهنبتدي باي الانفاق؟ احنا الانفاق بتاع قناه السويس بورسعيد والاسماعيليه الاثنين بادئين في نفس التوقيت. ان شاء الله بدء الحفر عندنا في نفق الاسماعيليه هيبدا في شهر 6، في اول 6 يمكن في اول رمضان باذن الله ان شاء الله. بس بدايه الحفر دي بيسبقها اعداد دائرات استقبال الشفط، ودي عامه بتاخد حوالي سنه ونص تقريبا. وكان مخطط ان احنا طبقا يعني للتخطيط الاستشاريين انها تنتهي في شهر 10 في اكتوبر، لكن ربنا وفقنا وقدرنا ان احنا ننتهي منها ونركب المكنه في حوالي شهرين بدل من 3 شهور. ويبقى المخطط يضغط لبدايه شهر 6 بدل من بدايه اكتوبر. ده كان المخطط المتوقع حتى من الخبراء الاجانب اللي بيشتغلوا معانا. ايوه طب كويس قوي بقى ان حضرتك قلت لنا مخطط كمان من الخبراء الاجانب اللي بيشتغلوا معانا. نسبه المصريين اللي بيشتغلوا في المشروعات دي تقريبا كام بالنسبه للاجانب؟ احنا في الموقع بتاع الاسماعيليه عندنا حوالي 2000 مهندس يعني عامل وفني ومهندس، في حدود 50 خبير اجنبي مش اكتر من كده، ودي تعتبر نسبه ضئيله جدا. 2000 مصري قصاده 50 اجنبي. كاستشاريين في التصميم، لان دي اعمال خاصه مش اي حد في يعني مش اي حد عالميا يقدر ان هو يقوم بتصميمه. نعم. وده مش امر يعني مستغرب، لان حتى المكاتب المتخصصه في هذا المجال بتشتغل، ممكن مكتب الماني يشتغل في اسبانيا، مكتب اسباني يشتغل في انجلترا والعكس. هم مجموعه بتبقى يعني مش خبره خاصه يعني. فاحنا ان شاء الله مع الوقت بنتعلم منهم وبنستفيد من خبراتهم، لكن التنفيذ كله بايادي مصريه وشركات مصريه وعماله مصريه والمهندسين المصريين الحمد لله على كفاءه عاليه جدا في الشركات المنفذه، سواء في بورسعيد المقام العرب وراسكوم او في الاسماعيليه في بروجيت كونكورد. المهندسين دول طبعا ما شاء الله هم يعني حاجه تشرف ومفرحه. وكل الاستشاريين او الخبراء الاجانب بيشيدوا في مستواهم الفني والتنفيذي كمان. نعم باذن الله. عموما سياده اللواء الدكتور مهندس احمد فوده مدير مشروع الانفاق اسفل قناه السويس، شكرا جزيلا.